وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم خصوصا بهالبرد القارس، ولكن هيدي ايامها. يعني اذا اليوم ما بدنا نقول عنا شتاء وعنا ثلج وعنا برد، بس انا اكيد بتمنى الكل يكونوا اخذين كل الاحتياطات لانه شغله اساسيه. الاسبوع الماضي انتهى وحكينا بموضوع قانون السير الجديد، وكانت ضيفتنا رئيسه مجلس اداره مدير عام هيئه تسجيل السيارات والاليات المهندسه هدى سلوم، وللأسف انقطعت الحلقة بسبب النقل المباشر. بحبينا اليوم لأنه في كتير اتصالات ولأنه موضوع بهم كل المواطنين على مساحة الوطن، قضية قانون السير، قضية دفاتر السواقة، الطريقة البدائية. أكيد أنا إذا بدي لخص الأسبوع الماضي بقدر أقول أنه اليوم امتحان السوق، رح في إعادة بالامتحان الشفهي، رح يكون على الكمبيوتر، رح يرجعوا يعيدوه، بصدد أيضا تخطيط ساحات الامتحان إلى حين إيجاد مساحات أوسع وأكبر بعد الحصول على تمويل. كلفة رخصة السوق هي 265 ألف ليرة، يزاد عليها إذا ضمن مكتب سوق أكيد على الساعة، وإذا رسب يضاف عليها 30 ألف ليرة، يعني إذا في إعادة حتى الكل يكونوا عارفين. وفي تشديد أيضاً أنه الأفضل الإنسان يروح منه لحاله يعمل معاملته، ما في لزوم يروح لعند وسيط أو لعند معقب معاملات. كمان شغلة، استحداث مدارس تعليم قيادي بحسب القانون الجديد، الأمر متعلق بتشكيل المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة الوطنية يلي هي تضع مناهج التدريب. المناقصة الأخيرة يلي حصلت ويلي كتير مهمة تتعلق بدفاتر الصوت، دفاتر السير، لوحات التسجيل وفق التعرف البيومتري. قالت أنه الملتزم، هناك ملتزم حاليا مؤقت، مناقصة موجودة بانتظار التمويل. أهلا وسهلا فيك. شكراً، شكرا. ان شاء الله اكون لخصت هيك بايجاز يلي تفضلتي وتناولتي الاسبوع الماضي، ولانه موضوع كثير مهم. نحن رح نرجع سوا نشوف الروبورتاج اللي حضرناه لانه كمان بيختصر عمل هيئه السير مدام سلوم، وبعده اكيد بدنا نفوت باتصالات الناس اللي سالونا كم سؤال ويعرفوا اكثر عن قانون تطبيق السير، اي متى رح يكون فعليا بلبنان. روبورتاج منى جلوي. بس توصل لعنا السياره على الكشف بناخذ سك البيع من الاوراق من عنا، بنعبي لهم يوم المواطن، بنخضع على السياره لنكشفها، بنشوف رقم هيكلها اذا مطابقين لاوراقها، بنكزها وبنكشف لهم اياها، مطابقه بنمضي لهم اياها. هو الوطن محطوط تكون خضعه السياره انه قشط على المعاينه، ما كانت انه ما تيجي قشط قدامنا على المعاينه. السيارات الدبلوماسيه والقنصليه ما عليهم رسوم، المعامله العموميه بدها اكيد تامين الزامي والبيع والشراء مع سك بيع معين من برا. وفيت مختار بنحولها لموظف مختار، موظف مختص هون بيصدق التوقيع البيع والشراء، بيقطع الايصالات. العمومه تقريبا نص الخصوصي، لانه العمومه ما في ماليه و20 بالمليون بناخذ، بس بياخذوا رسوم حسب التسعيره والموديل. نحن اخذين تدبير انه الدراجات الناريه اكيد بده يكون بيع والشراء او الوكيل تبع الشركه عنها، وبتدفع رسوم مثل السيارة الخصوصية. يعني هيدي رخصة نقل بموجبها بحق له ينقل فيها نوع عمله وطبيعة عمله. حضرته بيشتغل عنده منحلي، بيتقدم على وزارة الزراعة، بيحصل على الترخيص المناسب، بيرجع بيجي لعنا مصنع تجي سيارات، نعطيه رخصة بتجز له انه ينقل هالمواد سنويا، بتتجدد تلقائيا كل سنة. عنده ببيع هو دجاج حي، دجاج حي بيتطلب انه يقدم ترخيص لوزارة الزراعة لحتى يعطوه رخصة مزرعة. بس يخلص رخصة ياخذ ترخيص لأنه هو يتعاطى بهذا الموضوع، بيجي لعنا بموجب هذا الترخيص بتصدر من عنا رخصة نقل بتخوله انه يتعاطى هذه الأنواع دجاج الحي. بالنسبة للفان، الفان يعني كل سيارة تستعمل لنقل البضائع بس بتكون مقفلة. كل رخصة مخصصة، إذا كانت رخصة تجارية مرتبطة بغرفة التجارة، إذا كانت رخصة على معمل صناعي مرتبطة بشهادة صناعية، وإذا كانت زراعية مرتبطة بموافقة بيحصل عليها بوزارة الزراعة.
بيجي المواطن لهون صاحب العلاقة الشاري والبيع لعن الأستاذ لهون بيتأكد له من أوراق المعاملة وخالص. بيجي صاحب العلاقة البيع والشاري لعنا لهون بيكون معه سك بيع من الكشف من تحت، بيتأكد الأستاذ بشارة من الوقوعات صاحب العلاقة وبيجهز له إياها، بترجع تجي المعاملة هنا عن الأستاذ منصور. معامل التسجيل أكيد هيدي منفوت على الكمبيوتر نشوف الشهادة، إذا الشهادة مزبوطة مطابقة للكشف البراني نقطع على وصلة بيدفع على الصندوق، أول وصل الميكانيك، ثاني وصل التسجيل، بعدين بياخذ دفتر بيمضي من رئيس القسم بتنتهي المعاملة. هلا هو بس يخلي بس تحت على الكشف بيعمل سك بيع بيكشفها للسيارة تحت بتطلع لعنها، نحن بنسعرها هون بنحط لها طوابع، بيمضي البيع والشاري عنا بتتصدق يعني من قبل الموظف، بتجي على قطعة الوصل. هلا قطع الوصل دغري بيقطع أول وصل الميكانيك، بيروح بيدفع على الصندوق بيقعد يرجع بيقطع وصل التسجيل حسب القيمة تبعوله، يعني قيمة التسجيل شو بتطلع قيمة التسجيل بيدفعها وبيجي. هي البيانة الجمركية نحن بنفوت عليها شو طالع التسعيرة على الجمرك شو مسعرها، يعني شو مسعرها هي نحن بنزيد عليها 15% بس يدفع ويخلص دغري بيطلع الدفتر. صار لي شهر عم بعيني ما عم بيسجلوا، بتروح الورقة من محل لمحل ما عم نعرف شو عم بيصير، يلا بكرة وبعد بكرة لا طلعت الصرخة آخر شيء إنه ما بيصير ما نشتغل ما كذا، جينا عم نسأل هون قالوا لنا كل شيء تمام وبتنحل وليه ما جيت من أول مرة لحالك وعملت كل هالمشروع. بس الأفضلية إنه يجي واحد شخصيا يعمل معاملته ديركت بدون ما يعطيها لحدا، أكيد أسرع وأزبط وأحسن. لا لا أنا جاي حاب، أنا جاي شخصيا في عندي معاملة شغل بالشخص هذه جاي بعملها، تفاجأت وكتير انصدمت إيجابيا بالمعاملة الإيجابية اللي عم بتعاطوا فيها مع الناس. هون عندي أنا زبط بديت معهم، أنا سري هون من الساعة 8:30 لحديت الآن وبحنا خلصوا وبعد مننطر والله أعلم إذا بعد نخلص ولا ما نخلص. هلأ زبط ميكانيك عم تحكي على الشاب اللي يحتج على النطرة، أول شيء هو مخالف مش عامل معاينة 2014، كسر موضوع زكا انه بيكسر معاينة 2014 بيعاين باول ال15 بيصير يدفع ال2014 وال2015، فسأبت انه لقت على الحاجز وصار بده فك حجز فجاي يحتج على العجقة، وكل موظف بيشيل شغل قد 30 بني ادم. للصراحة اذا بتشوفي الموظفين امرار انا وخصوصا عدة موظفين هون وبيناتهم استاذ جورج مراد يلي هو بيقف على فك الحجز امرار ما بيقدروا يشربوا فنجان القهوة. يعني دائما بننهي بارشيف الشحن وما حدا بيصدق هالقد ترتيبه، يعني قانون السير يلي هي من كل الناس ويلي بدهم يعرفوا فعليا اي متى سيطبق قانون السير الجديد. نعم قانون السير نحن ابتدينا بتطبيقه انما في بعض نواقص. نعم. هلا فعليا ب 15 نيسان 15/4 راح نبلش بتطبيق قانون السير نهائيا، يعني خلص يعني ما في آلية مخالفة لقانون السير بعد 15/4/2015 راح تتسجل عنا بهيئة إدارة السير. يعني هلأ بتدعي كل الناس إنهم يلي ما سجل بعد نعم يروح يسجل، يعني نحن عملنا فترة سماح نعم لهلأ بعدنا عم نقبل الآليات اللي مخالفة للقانون، مش مخالفة يعني هي بس إنه بينطبق عليها قانون السير القديم. نعم ابتداء من 15/4 ما بقى تتسجل هالآليات. بدعي المواطنين هلأ اللي بده يسجل قبل ما يبلش تطبيق قانون السير الجديد. نعم. لأنه بيتراكم عليهم أمور عديدة في حال ما يعني هلأ في حال ما راحوا. لا في حال ما راحوا ما بقى تتسجل الآلية. شو بيصير شو مصيره بيكون؟ ما بتتسجل. يعني أنا من هون كمان بدعي المستوردين مستوردين السيارات والآليات أنهم يمشوا وفق قانون السير الجديد. يعني المادة 175 من القانون صنفت الآليات كل آلية بدها تدخل على لبنان بدها تكون وفق هالمادة بيجري تسجيلها عنا بالنافعة. كتير منيح. أصحاب المعارض كمان بينطبق عليهم الشيء اللي بيبيعوا كمان سيارات؟ هلأ بالنسبة للسيارات السياحية في سيارات يلي عدد مقاعدها بفوت 8 مقاعد، هيدي كانت عم تدخل سياحية على لبنان، هلأ هيدي ما بتتسجل بعدين سياحية لهلأ عم سجلها بالسياحة العمومية. نعم. بس بعد هالتاريخ يلي هو 15/4
ما بتعود تتسجل إذا ما قاعدها بتزيد عن 8 مقاعد بالنسبة للسيارات السياحية. وبالنسبة لسيارات الأجرة في المادة 122 من قانون السير والأوتوبيسات كمان، الأجرة والأوتوبيس هي هيدي المادة بترعى سيارات الأجرة والأوتوبيس. يعني هون بتحب تضيف شيء بعد للمواطنين بقانون السير الجديد إذا مش عارفينه؟ نعم، الوكالات. الوكالة بتعيش سنة، بس يقطع عليها شهرين كان المواطن عم يدفع عليها غرامة 50,000 ليرة بالشهر. نعم. ابتداء من 15/4 بتصير الغرامة 100,000 ليرة كل أسبوع. من هون الإدارة عندها حرص أنه البيع يصير بقلب النافعة، يعني مش بواسطة وكالة كاتب عدل. نعم، وأي وكالة بس يمرق عليها مهلة الشهرين بدها تسري عليها غرامة اللي هي 100,000 ليرة كل أسبوع. خصوصاً أنه في ناس، يعني في مواطنين قالوا لنا أنه بيعين وكالة ولليوم بعد سيارتهم مش مسجلة وبعدهم عم تتراكم عليهم ولهلأ مش عارفين كيف بدهم يحلوا المشكلة، لأنه سيارتهم انباعت من إلى يعني مش ما بيعرفوا بقى مين هو صاحبها الحقيقي اليوم لأنه منه مسجلة. طيب بهذه الحالة، طيب هو بيعه، طيب ليه يعني شو بيقدروا يعمل بعد أكتر من هيك؟ يعني هلأ هاي صارت قصة بدها محاكم. أنا بدعي المواطنين يمضوا على سكوك البيع، بيع شاري عنا بالنافعة من دون وسطة من دون وكلة، إلا إذا أكيد واحد عنده حالة اضطرارية، إنما البيع لازم يصير بالإدارة. وإلا بعد مرور شهر، بعد مرور الشهرين عن كل أسبوع غرامة التأخير 100,000 ليرة لبنانية. يعني بقى المواطنين لازم يتنبهوا لهالشيء. أكيد في شيء بعد هيك بحب تلفتي له كمان بهذه النقطة؟ أهم شيء كمان بالنسبة لتصفيح الشاسي، يعني كمان بيجيبوا كاميونات عم بيصفحون، عم بيزيد الوزن الفارغ تبعولهم عن 55% من الوزن الإجمالي. هيدا بيصير مخالف لقانون السير الجديد. يعني بدعي الناس ما يصفحوا، ما يعملوا تعديلات على الآليات تبعيتهم، يستشيروا المصلحة المختصة عنا وعهالأساس ياخدوا موافقة مسبقة إذا بدهم يعملوا أي تعديل. أي تعديل مثلا تعديل بالمحاور كمان، وهيدي مشكلة شوي مع النقابات، لأنه مسموح تعديل المحاور في حال كان الكتالوج الصانع بيسمح بهالشي. يعني ما بقدر أنا أجي عدل إلي مثل ما أنا بدي، ما في السلامة العامة كمان. أكيد. بالآخر أكيد يعني هودي كتير مهمين، وإن شاء الله بعد هذا الفاصل كمان بنعطي تفاصيل تاني بتتعلق بأمن السير الجديد وبأمور أخرى. تابعونا. منتابع الحل عنا مع مدام هدى سلوم، وأكيد موضوعنا اليوم هو السير وقانون السير. في اتصالات كتيرة، أول شيء عم يسألوني ليه بعدنا بنعمل السوق على أوتوماتيك، يعني ليه ما بنعمله أوتوماتيك بعده على الفيتاس. اثنين، موضوع التسعيرة وكيف بتتلقي شكاوى الناس فيه من شكاوى. نعم، أول شيء بموضوع الفحص السوق، نحن عم نعدل بالفحص كله سوا. حكينا مرة الماضي إنه رح نعمل الفحص الشفهي على الكمبيوتر، وبالنسبة للمناورة اللي هي فحص العملي يلي هي عم بتصير بطرق كتير بدائية لهلأ، هيدي عم نشتغل عليها تنعدل بالمناورة. عم نخطط البيستات وبدنا نعمل مناورة تبين شو هو الطالب اللي من عم يتقدم، كيف شو إمكانياته. يعني إذا عدلنا بالمناورة وصارت مناورة لايقة، ساعتها منمشي الفحص على الأوتوماتيك. إنما في شغلة تاني هي إنه كمان مننطر شوي لتمشي المناقصة، لأنه تعدل دفتر يعني دفتر السوق حسب القانون الجديد، صار بدنا ندخل تعديلات، بدنا ننزل أوتوماتيك على الدفتر. بقى نحن ناطرين كمان المناقصة تنمشي هذه بتجي كلها
بشكل كامل متكامل. نعم. موضوع نعم. سيارات مكاتب السوق، يعني في ناس بتشكي انه بعدها سيارات قديمه، هل في يعني انا عرفت انه في اليوم عم تبحثي مع مكاتب السوق امور عديده ومنها هذا الموضوع، هل ممكن من تجديد بهذه الظروف؟ نعم، نحن عم نعمل اجتماعات مع نقابات اصحاب مكاتب السوق، ونحن مفروض السيارات تكون مطابقه للمواصفات، ومفروض كمان يكون عمر يعني ما تكون تتعدى تاريخ صنعة تاريخ بعيد، لأنه كمان نحن بهمنا نحافظ على فحص السوق وعلى الأداء وعلى كل هالأمور. في شيء يعني وبالنسبة للتسعيرة سألتيني عن التسعيرة، نحن وقت أنا ابتديت كانت التسعيرة هي ذاتها يلي من 4 سنين، يعني كانت عم تتسعر السيارات على تسعيرة أغلى من التسعيرة حسب الأسعار الرائجة. نعم. عدلنا التسعيرة واليوم صارت التسعيرة الموجودة بالنافعة هي ذاتها تسعيرة الأسعار الرائجة وين ما كان. يعني هيدي شغلة عم تنصفي إلى حد نعم. ما أكتر الناس يلي عم بتوجهوا ليسجلوا سياراتهم، وهي بتشجع نعم. أكتر كمان الناس تجدد سياراتها. معنا على الخط عم بيقولوا لي الأستاذ عفيف عبود. أستاذ عفيف؟ نعم تفضل. أول شيء بدي حييك وحيي سعادة المديرة. إيه. وأنا يعني بدي شد على إيدها سعادة المديرة، لأنه نحن عارفين زيش عم بتعاني وزيش عم بتتعب لترجع كل شيء حسب الأصول. نعم. ولكن النقص بالمصفين عندها ما عم بيساعدها كثير، إن شاء الله مجلس الوزارة و طيب بدك تقول لها شيء محدد، لأنه اليوم أنتوا عم تبحثوا قضايا كثيرة نقيب مع مدام سلوم. أول شغلة نحن منهني حالنا لأنه سعادة المديرة دائما إذا عندك شيء محدد تقول، لأنه عندنا كثير. إيه تفضل. أول شغلة أنا بدي أشكرها على التعاون الموجود بيناتنا. شغلة تانية لأنه في وقت حطنا بالأجواء. شغلة تانية بالنسبة للتسعيرة كانت عم تحكي نعم. سعادة المديرة مرة الماضي. نعم. نحن في عنا مذكرة قديمة ومحددينها وحطينا بمكاتبنا، هو إنه رسم الدولة. نعم. رسم الدولة هو 260,000، ما حدا بيختلف على الموضوع. نعم. حتى من بعد ما صار في تخفيض على رسم الدائين، لأنه زاد المبلغ المتبقي على الدفتر. واضحة نقيب، يعني أنا بدي أشكر مداخلتك، وواضحة يعني إحنا حبينا نوضح، وشكرا أنك فتت بهذه المداخلة. مدام سلوم بدي أكمل معك، لأنه عم الوقت عم يركض معنا وفي كتير أسئلة كمان جاية من الناس. نعم. عن جهة كنا بدنا نحكي كمان أنه عملنا صندوق شكاوى. نعم. راح يتوزع على كل الأقسام. المواطن اللي عنده أي مراجعة، مش ضروري تكون شكوى. نعم. أي مراجعة على الإدارة بيقدر يستخدم هالصندوق، وراح تجي كل أسبوع على النافعة مسكرة مثل ما هي، ونحن راح نستقبلها ونشوف شو وهيك بتكون حاجات المواطن. لانه اليوم يعني الموضوع مش مركز فقط على الدكوان المركز الرئيسي، مركز اكثر شيء على الاوزاعي، مركز على مجدلية، مركز على طرابلس، مركز على زحله، مركز على صيدا، وكان عندك جولات. اليوم كيف بدنا نحسن هالمراكز؟ وبعرف مراكز المعاينه اليوم في كتير ضغط، هل في من استحداث لمراكز معاينه جديده؟ نعم، نحن بصدد استحداث مراكز للمعاينه. حضرنا دفتر شروط. نحن بنعرف شو هي المعاناة. معاناة انه المسارب قليلة والعدد السيارات كتير كبير، خصوصي بمنطقة مجدلية. نحن عم نشوف صور مجدلية، يعني عم يجوا قبل من الساعة 4-5 الصبح يوقفوا السيارات ويقدروا. في اليوم مراكز جديدة تستحدث؟ نعم، بالقليلة راح يكون عنا مركزين إضافيين بالشمال. عظيم، ان شاء الله. نعم. ان شاء الله قريبا يعني. وهالمراكز راح تستحدث بكل المحافظات اللبنانيه، بس نحن بانتظار يمرق هالدفتر على مجلس الوزراء وينال الموافقه. هيدا نقول نحن رح نحط ارقام كيف ممكن يتواصلوا فيكم لحين ما تعطونا ارقام صندوق الشكاوى وكيف يقدروا. بختام هذه الحلقه، شو بتحبي يعني؟ بعد في كانت امور كثير ممكن نحكي فيها، ولكن بالمجمل شو اخر شيء بتحبي تقولي اولا للموظفين بالاداره باداره السير؟ نعم،
أنا كل توصياتي للموظفين والتوجيهات إنه المواطن أولاً. يعني المواطن اللي بيجي على الإدارة بده يمرق لو مين ما كان فيه، المعاقبين بينطروا الوقت المناسب ليخلصوا معاملاتهم. وأنا بدعي من هون المواطنين كمان يتوجهوا هني مباشرة للإدارة، وأي تقصير من أي حدا أنا مستعدة حل هالمشكلة. كتير منيح، يعني احنا بنشكر حضورك معنا، وإن شاء الله بلقاءات تانية بنوضح أكثر، وإن شاء الله بيكون عنا معلومة يوميا عن كل الأمور تتعلق بقانون السير الجديد، زودونا فيها حتى نكون الناس تعرف شو ناطرها ب 15 نيسان 2014. شكرا لحضورك معنا، لكل العاملين، وأكيد بقدر لكم إذا كان المواطن أولا يعني فيكم تتوجهوا مباشرة وتعملوا معاملتكم، وإذا في أي إشكال أكيد مكتبة للست هدى مفتوح. بعطيكم موعد التنين، نهاية أسبوع دافي، أهم شيء انتبهوا على الطرقات، السلامة المرورية شغلة أساسية، تابعوا هيئة التحكم المروري. إلى اللقاء.